حمد العياري المترجم للتدرب الاجتماعي ببيجا. شرعنا بداية من شهر رمضان في توزيع 1700 قفة رمضان، قيمة القفة 90 دينار. كيف ما بدينا نوزع زادة في 500 طرد مواد غذائية، قيمة الطرد حوالي 50 دينار لفئة العائلات المحدودة الدخل. هذا بالتوازي مع على المساعدات اللي توزع فيها الشؤون الاجتماعية عبر المنح القارة اللي توزعها للعائلات المعوزة. كيف باش نشرعوا في 15 يوم الاخرانيين من رمضان في توزيع حوالي 500 طرد كسائي لابناء العائلات المعوزة بمناسبة عيد الفطر المبارك. ان شاء الله كيف باش يقع ختان طفل صغير بالاشتراك مع مستشفى الجهوي بلجة. عندنا مائدة افطار تضم حوالي 260 منتفع. ال 260 هذوما القائمات نتاعهم يقع عددهم عن طريق الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع السلطة المحلية. ندعوة إلى أهل البر والإحسان باش يعاونونا في رمضان باش نمسوا أكثر عدد ممكن من العائلات المعوزة. ولاحظنا كونه يلزم العباد تقف معنا وتعاوننا. لاحظنا انه عدد العباد المتقبل هنا على المقر هذا ارتفع برشا. بالنسبه معناها مقارنه بالعوام اللي فاتت فما ارتفاع كبير السنه. احنا بيد ما تصورناش كونه نوصلوا للعدد الهائل هذايا. امكانياتنا تبقى محدوده بارابور للنومبر اللي قاعد يجينا كل يوم. نحاول كيفاش نعاونوا للماكسيموم. انا ندعو اهل البر والاحسان المؤسسات الاقتصاديه باش يعاونونا ويقفوا معنا باش نعاونوا اكثر عباد ممكن ان شاء الله. بيسي محمد في نقطه اخيره، عدد العائلات اللي باش تنتفع بالاعانات والمبالغ؟ 2200 عائله باش تنتفع بالمساعدات و260 عائله باش تنتفع بالمؤيد الافطار.